وكذلك المنتخب الأنغولي ومغادرة كل من أوغندا وتنزانيا لهذه البطولة في انتظار البطاقة الثانية. نتمنى إن شاء الله ضمن فعاليات المجموعات الثانية التي تضم الكاميرون غينيا والسنغال. كاميرون رسميا في الدور القادم في انتظار مجموعة من التغييرات في الدفاع وكذلك في وسط الميدان. مشاهدينا البداية نعم في الجهة اليمنى بدخول محمد علي لقبي لاعب نادي طروا، بينما يذهب أسامة الراوي على الجهة اليسرى لأن أسامة البارة 19، أسامة الراوي 5، أسامة أيت العسري رقم 20، ياسين كشطة 16، محمد أمين السهل 8، أسامة ترغالين 6، 7 أسامة الزمراوي في أول حضور رسمي له مع المنتخب المغربي. وبلا أسامة الراوي بدنيا غير جاهز 100%، بدنيا غير جاهز 100%. هنا وضعية تسلل يشير إليها الحكم الكابوني قبل التسديد في الكرة الماضية على الصورة. هل سيسدد مباشرة أم سيرفعها داخل المنطقة؟ ولكن عنده المجال ليسدد لأن الكرة قريبا نوعا ما من حارسي المرمى. كاميرا الحكم سيعطي إشارة التنفيذ في هذه اللحظات. يلا يا سعد، يلا يا سعد يا بار، سعد بار سدد ولكن كاميرا في المكان. لذلك قلت على ضوء معطيات نتائج المجموعة الأولى خطأ. سعد باهر ماذا يفعل؟ هذه الكرات اللي حالي التتويج والمرور الى الدور الاسفنية بسهولة، بينما هو الشارف يدخل. هو الشارف ماذا سيفعل؟ يلعب عليه الزمراوي، الزمراوي ورفع الزمراوي. الجهة اليمنى محمد امين، ادخل يا محمد، ادخل يا محمد. فضل العودة للزمراوي من جديد، الزمراوي يرفع كرة. محمد امين السهل، عندك يا السهل، عندك يا السهل. الطائرة الايمن لقبي، ممتاز ممتاز يا السهل، ممتاز يا السهل. هذه فرصة، فرصة يا الشارف، يلا يا الشارف. غير معقول يا والشارف، غير معقول. هذه فرصة سهلة يا السهل، سهلة يا السهل، السهل يا سعد لتنفيذ هذه الضربة الحرة. يتلقى الإشارة السهل، يرفع هذه الكرة، فرصة. سرعة اللاعبين باو وكونتي، حذرت من هذا الثنائي خطير جدا. تمشي كرة غينيا، شوف السرعة، شوف السرعة ونقل الكرة بطريقة سريعة. مريد في المتابعة مع المباراتين السابقتين في الشوط الأول. الشوط الثاني يلزم الكثير من المجهود البدني. إذا سنتابع الضربة الحرة، تسديدة طاموري في البيريتزي. يدخل محمد أمين السهل، نقلات بين المنتخب الغيني والمغربي. يلا يلا يا والشارف، والشارف وضعية التسلل. لحظة خروج الكرة، يلزم الرجوع بسرعة مرة الكرة على أسامة أيت العسري. شوف المساحات الموجودة في وسط الميدان. خطيرة، خطيرة، خطيرة. كرة بعد كرة، انطلاقة من والشارف. عندك المساحة يا والشارف، ماذا سيفعل؟ يقوم بالمراوغة. يلا يا والشارف، يلا والشارف. تسديدة غير تيدياني، تيدياني سيرفع على مشارف في منطقة الجزاء بالراس حذري. وطاموريدو، نفس الأخطاء تتكرر، نفس الصورة تتكرر. تلعب الكرة أمامية لمن؟ هنا لفائدة المنتخب الغيني. خطيرة، خطيرة، خطيرة. مرة أخرى طاموريدو ينقذهم. بينما الكرة الأرضية، المتابعة من الدفاع، نعم دفاع يختبر في هذه اللحظات. وطاموريد مجددا. عسري، شوف الفارق المهاري بين اللاعبين الغينيين والمغاربة. محاولة للمرور، الحارس قام بالواجب ولكن المدافعون يتفرجون في وضعية غريبة بالنسبة للمدافعين. ستتابعون الإعادة الآن. هاي الإعادة، هاي الإعادة. هنا الخطأ الأول، شوف التصدي والمدافعون هنا ولا واحد تمكن من إخراجه. هناك فراغات كبيرة في وسط الميدان وتغارات كبيرة في وسط الميدان. شوف الإعادة هنا، اللقطة الأولى يتصدى الحارس ولكن واحد على ثلاثة في لقطة استعراضية نعتبرها هدف كوميدي لأنه تسديد. هدفين او ثلاثة اهداف. شوف هذا التسديدة القوية، الفعل الرائعة لطا مريد. يا سلام عليك، يا اللهم شاء فعل. تلعب هذه الجانبية لعناصر المنتخب المغربي. توفيق بن الطيب والكرة بعد ذلك تتحول إلى ركنية هي الأولى. تلعب الكرة في وسط الميدان مباشرة ناحية كشطة عبيدة. بالاستلام عبيدة يمرر على جهة اليسرى، خروج حالي المستقبل. عموما تلعب هذه الضربة الحرة مرفوع الكرة. متابعة بعد ذلك من طرف
الدفاع وصلت إلى الجهة اليسرى دقيقتين.